عدنا لكم من جديد وحياكم الله في برنامج مساء دبي. الحين بنتعرف على جديد مبادرة على دربك الفريدة من نوعها والأولى في العالم، المبادرة طبعا من شرطة دبي اللي عودتنا دائما على ابتكار الوسائل والطرق اللي تسهل علينا الخدمات. تفاصيل المبادرة بيستعرضها لنا ضيفنا النقيب مايد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة على دربك. بداية أخوي مايد، حياك الله في برنامج مساء دبي. الله يحييك أخوي أبو جاسم. يا هلا ومرحبا بك وسعادة النقيب. في البداية لازم نهني ونبارك، نحن نتشرف بوجودك معانا اليوم، حصولك على وسام أفضل موظف في إسعاد المتعاملين طبعا في مدينة دبي. ألف مبروك هذا الوسام. الله يبارك في حياة أختي داليا والفال لكم إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا نحن حابين بالنسبة لهذه المبادرة نسترجع من 2015 بدأت هذه المبادرة، شو كانت الغاية منها وشو الخدمات اللي ضمنتها؟ بداية أنا شاكر لكم استضافتي في هذه المؤسسة العريقة، وهذا الشيء إذا يدل على ترابط تكامل بين جميع المؤسسات الحكومية في إمارة دبي. وأنقل لكم تحيات معالي الفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي. اسمحوا لنا بنبدأ وياكم بنرجع لين 8-9 سنين قبل 2015. في 2015 تم إطلاق أبليكيشن شرطة دبي، وأثناء إطلاق الأبليكيشن تعودنا في القيادة العامة لشرطة دبي أثناء إطلاق أي مبادرة أو أي برنامج نستطلع رأي الجمهور ما مدى رضاهم عن هالبرنامج. فتبين عندنا أن بعض من أفراد المجتمع عندهم قلة وعي في كيفية استخدام هذا الابليكيشن، فبالتالي تعاملنا مع محطات البترول بحيث أن أي شخص يعبي بترول الموظف الموجود محطة بترول يبدأ يشرح له كيفية استخدام هذا البرنامج. بعدها بسنة سنتين تفاجأنا أن الأشخاص كانوا يراجعون محطات البترول ظناً أن الخدمات تقدم في محطات البترول. أيوة. فعقدنا اجتماع تنسيقي مع شريكنا الاستراتيجي، بداية كان إينوك، طرحنا فكرة ما مدى إمكانية إدخال هذه الخدمات في محطات البترول، وكانوا متقبلين الصراحة بشكل إيجابي. بداية بدينا بخمس محطات المرحلة الأولى، المرحلة الثانية كانت 10 محطات. يوم شفنا أن في إقبال من المتعاملين تم عرض الفكرة على سيدي معالي الفريق عبد الله خليفة المري، ولاحظنا أن محطات أدنى كل إمارات بغوا يدخلون ويانا في تقديم هذه الخدمة. إذا بتسألوني خلال هالسنتين الأخيرات كم عدد المحطات، وصلنا من 10 محطات لين 138 محطة في إمارة دبي. ما شاء الله. جميل والله. والمحطات هاي تقدم 6 خدمات. هي. يعني محمد ومشاهدين، أنا ما كنت أعرف أن محطات البترول صارت وكأنها مراكز شرطة، يعني فيها خدمات تساهم بشكل كبير في تسهيل خدمات يعني الشرطة بدل ما الواحد يسير. صحيح. وهذا توظيف ذكي، توظيف ذكي من جداً. شرطة دبي يعني لجميع الأماكن في إمارة دبي. أكثر من 150 محطة بترول، ها؟ 138 محطة. 138 محطة بترول، وأتوقع في السنوات القادمة بيزيد هذا العدد. حطة استشرافية. شو الخدمات اللي موجودة؟ الخدمات موجودة عندنا، بداية احنا بدينا في خدمة حوادث بسيطة، ثم حوادث ضد مجهول، ثم اتجهنا إلى خدمة المعثورات. اليوم أي شخص يحصل معثور في أي مكان في الشارع أو غيره يقدر يتوجه لأي محطة بترول ويسلمهم المعثور بدون ما يرجع لمركز الشرطة. أيوة. كذلك أطلقنا قبل 4 شهور خدمة عين الشرطة، وكذلك الإي كرايم اللي هي الجرائم الإلكترونية. عين الشرطة بعطيكم نبذة عنها، أي شخص يحصل أي مخالفة مرورية مجتمعية مرورية مجتمعية جنائية يقدر يتوجه لأي محطة بترول، يا عن طريق الأبليكيشن أو أنه يتوجه لأقرب محطة بترول ويقدم المعلومة اللي عنده. شيء جميل. يعني اليوم شرطة دبي ديالة تجعل من جميع يعني أركان المجتمع شركاء. صحيح. في إنجاح أي مبادرة وأي فكرة. أمين. شو الأهداف الجديدة التي تم إضافتها عوضا عن الأهداف السابقة بعد على المبادرة؟ مثل ما قلت لكم الهدف الأول كان توعية وتثقيف الجمهور، اليوم أنا عندي أهداف اختلفت مع التغيرات الاستراتيجية اللي حدثت. أنا اليوم أستند لسياسة خدمات 360، المبدأ الثامن أن إمكانية دخول الشركات شبه الحكومية والخاصة في تقديم الخدمات. مثل ما تشوفون اليوم عندي شركاء استراتيجيين يقدمون خدمات شرطة دبي، إينوك وأدنك والإمارات. وكذلك أكيد سمعتوا عن تصفير البيروقراطية اللي هي تسهيل الإجراءات ورحلة المتعامل، لله الحمد عن طريق هذه المبادرة اليوم أنا سهلت 6 خدمات. أبرز هذه الخدمات اللي هي تصليح المركبات حق 3 فئات من المجتمع، أصحاب الهمم، كبار السن، المرأة الحامل. أي فئة من هذه الفئات لا قدر الله تعرض لحادث، عندنا محطات إينوك أوتو برو وأوتو ترس يتكفلون بالسيارة من باب البيت، يصلحونها ويردوها من باب البيت مجانا.
مجانا. هذا اسعاد نعم المجتمع. صحيح. تصليح السياره ونقلها واعادتها للمنزل مجانا وبعد غسيل. نعم كله بالمجان. كله مجانا حق هالثلاث فئات من المجتمع اللي هم كبار السن، اصحاب الهمم، اصحاب الهمم، والمراه الحامل. نعم جميل, جميل يعني ويقدر اي شخص يستفيد منها مقابل 150 درهم هي. بعد اذا ما كان ضمن الثلاث فئات هذه صحيح 150 درهم دياله، فانا استفيد من كل الخدمات بالتعاون مع شركه دبي وإنوك. نعم. شيء جميل لا لا بستفيد، انا استوالي حادث من يومين فانا بستفيد منها، اقدر مجرد اني ادفع لي 50 درهم تقدرين. نعم اتوجه لمحطه البترول واخبرهم تواصلين وياهم حادث ضد مجهول ممكن يساعدوني. نعم عن طريق الكول سنتر حتى بيخلصون لك ما بيقصرون. رائع جدا. اذا بنتكلم بلغه الارقام سعاده النقيب، لو يعني نبغي اخر الاحصائيات عن المستفيدين من هذه طبعا المبادره وهذه الخدمات اللي موجوده. عدد الحوادث البسيطة وضد مجهولة في النصف الأول لهذا العام بلغ 2395 مستفيد من هذه الحوادث. بالنسبة للمعثورات، الأشخاص اللي حصلوا على المعثور سلموه مراكز الشرطة بلغ 996. بالنسبة لعين الشرطة، الأشخاص اللي حصلوا ظواهر أمنية مجتمعية مرورية بلغ عددهم 129 شخص استفادوا من هذه الخدمة. بالنسبة لتصليح المركبات 328 شخص ما شاء الله استفادوا من المبادرة المجانية. يعني هاي نتائج عالية جدا وأرقام مبشرة أن هاي المبادرة فعلا ناجحة ويعني تلاقي ترحيب من المجتمع. زين أكيد يعني عندكم بعد أشياء بتضيفونها على هاي المبادرة، ممكن تتوسع الشراكات أو شيء، ممكن نعرف هذا الجانب بعد؟ اليوم أنا عندي طبعا 27 خدمة في شرطة دبي، اليوم أقدم 6 خدمات محطات البترول. في دراسة استشرافية مستقبلية عن مدى إمكانية زيادة هذه الخدمات، يعني في نهاية السنة عادي تحصلنا وصلنا 10 خدمات، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة بنكون واصلين إن شاء الله 100% في تقديم الخدمات. الهدف الرئيسي في إطلاق هذه المبادرة اللي هي تعزيز جودة حياة المتعامل، تسهيل رحلة المتعامل. اليوم أنا ما أبغي أغفل المتعامل يمر على كذا محطة، لا خلاص يتوجه لأجرب محطة بترول وبيقدر يستلم التقرير اللي يبغي. إنزين كيف أعرف إذا هذه المحطة يعني متعاونة وياكم بما أنهم 138 محطة حاليا؟ صحيح. فكيف أعرف شو هي أو من هي المحطة اللي متعاونة وياكم؟ عندك طريقتين أختي داليا، الطريقة الأولى عن طريق الكول سنتر 901. أوكي. الطريقة الثانية بتدخلين أبليكيشن شرطة دبي بتحصلين المابس موجودة محطات البترول قريبة منك اللي تقدم هاي الخدمة. في خريطة وتبين. نعم. يعني نعم. أي المحطات الأقرب لي. صحيح. في بعد ممكن يكون إضافة أن الواحد يقدم. اليوم أنتم البلاغ إلكتروني يدخل على الموقع. صحيح. يقدم بلاغ أونلاين. بعض الناس ممكن ما يعرف هذه الطريقة أو ما يرغب فيها، ممكن تضيفون هاي الخدمة بعد في المستقبل إلى محطات البترول والمراكز هاي أو مراكز التسوق موجودة أعتقد. صحيح. في بلاغات إلكترونية أو غيرها ممكن يكون هذه الفكرة تطبق يعني في 100%. أخوي محمد احنا بدينا أول شيء في الجرائم الإلكترونية، اليوم احنا عندنا فئات من المجتمع لازم نراعيها وننزل لمنازلها. عندك الأميين اللي ما يعرفون القراءة ولا الكتابة، الأشخاص الكبار في السن اللي عندهم صعوبة، عندك الجاليات بعض الجاليات اللي ما يجيدون اللغة العربية ولا الإنجليزية، يجيدون اللغة الفرنسية. احنا راعينا هذه الجاليات. اليوم الشخص يوم بيوصل محطة البترول عندك الجرائم الإلكترونية الإي كرايم، يقدر يقدم بلاغات جرائم إلكترونية عن طريق محطات البترول، وما يمنع مستقبلا أن تكون القضايا أو البلاغات الثانية بحيث أنها ما تمس أو أن في سرية المعلومات، أي شيء في سرية معلومات أنا ما أقدر أدخله في محطات البترول. لكن إن شاء الله بتكون في دراسة بخصوص هالموضوع وبنفاجئكم فيها إن شاء الله في المستقبل. ما شاء الله عليكم، شيء جميل صدق أنكم يعني الأمن والأمان اللي موجود في هالمدينة، مراكز الشرطة، محطات البترول. صحيح. وجودكم أصلاً يعني كأفراد في مختلف الأماكن يعني ما تقصرون، وكذلك نذكر بالمراكز الذكية. صحيح. اللي شخص يعني مجرد أنه يدخل يقدر يقدم أي بلاغ موجودة في عدة أماكن. الحين أشوف كم من وحدة يداد في جميرة في مدينة في شارع جميرة وحتى في الموانئ البحرية. صحيح. فالمراكز توزعت بشكل كبير يعني. صحيح. اليوم احنا عندنا ولله الحمد 25 مركز شرطة ذكي يقدم جميع الخدمات، فان شاء الله بعد بتكون في خطة ثانية ان شاء الله للتوسعة هاي
ما شاء الله. وبالفعل مثل ما قال أخونا مايد، يعني اليوم ديالة شرطة دبي وإمارة دبي بشكل عام إمارة ذكية للغاية وسبقت عصرها يعني. فلذلك كثير من الزوار والناس الموجودين تلاقيهم هذا تلاقيهم يعني مش يعني مستوعبين مدى هذا التطور. صحيح. فبالتالي لابد من وجود خدمات بالفعل يعني تناسب هذه الفئة من الناس. يعني كثير من دول العالم نحن نسافر لها ديالة ما في خدمات. صحيح. ذكية ولا إلكترونية ولا غيرها، تكون منول يعني. هي. فلذلك يعني هاي الفكرة فعلا مطلوبة جدا يعني اللي تناسب الناس اللي فعلا محتاجة. الله محمد، يوم ذكرت الدول السفر. الأخرى بدون طبعا ذكر، يعني فعلا أنت تروح هناك عند مراكزهم يقول لك ما بنسوي شيء أو ما نقدر نسوي شيء. ايه. تتفاجأ يعني نحن محتاجينكم كأفراد أمن ونحن. صحيح. في غربة، فلله الحمد يوم الواحد يقارن ويشوف هني كيف. صحيح. الخدمات الموجودة. لا، وأنتوا تتعاملون مع 190 لغة و190 جنسية مختلفة 100%. فاللي تقدمونه أكيد شيء مو بشوي. بالفعل يعني أنا أتذكر كان عندنا ضيف أجنبي من فترة يعني يبغي يطلع لي سن دياله، فرحنا على مركز من المراكز على المشين حط الأشياء والإجراءات وكذا واستبدل ليسن، طلع له من هذا فاستغرب، فشفته قاعد يصور ويتكلم بلغته يعني. صحيح. انه يعني كيف وانا وخمس دقائق في إمارة دبي وحصلت على الليسن. ففعلا نحن نشكركم ونشد على ايدكم سواء في شرطة دبي، في هيئة الطرق، في البلدية، في إدارة الأعراض، كل وجميع مؤسسات إمارة دبي بشكل عام، واستمروا يعني. نعم. اذا بنذكر عن او نتكلم شوي عن الخطة التطويرية، شو بتطورون بعد؟ كل شيء بتطور، شو بتطورون بعد؟ شو خليتوا الخطة التطويرية عليك. احنا بنخليها هني حق الجمهور. هي. الاقتراح او الخدمة اللي يحسون ان يعني بيستفيدون منها محطات البترول احنا بننفذها لهم ان شاء الله. هي. قالهم طيب ما شاء الله. نعم. فانتم كذلك تستمعون لاراء المتعاملين. نعم. احنا ناخذ اقتراحات المتعاملين وملاحظاتهم بعين الاعتبار. طبعا يمكن اغلب الخدمات اللي ضفناها هذا من بعد اطلاق استطلاع الراي. استطلاع الراي الناس قامت تسال ليش ما تضيفون عين الشرطه والاي كرايم وغيره، لله الحمد اليوم وفرناهم. حلو جميل. نعم. عشان تي سميتوها على دربك ها؟ وانت ماشي. على دربك وانت على ماشي تخلص امورك. وطبعا إمارة دبي الحين تكبر بشكل كبير وفي توسعات كبيرة، فبالتالي نحن بحاجة إلى الخدمات الذكية. يعطيكم العافية أخوي مايد وما قصرتم، وإن شاء الله من تميز إلى أكثر يعني. صحيح. كل الشكر لك طبعا على وجودك معنا اليوم سعادة النقيب مايد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة على دربك في شرطة دبي. شرفنا بوجودك معنا. شكر لكم، ما قصرتم. شكرا لك. الله يسعدكم.